السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل رابع مساله في بروجكت اويلر، فخليكم معايا. فالمساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان في حاجه اسمها بالندروم نمبر. بالندروم نمبر دي معناه ان رقم متماثل، يعني لو جيت قريته من الشمال هو نفسه لو جيت قريته من اليمين. مثال على كده مثلا رقم 9009، لو انت جيت قريته من اليمين للشمال هتلاقي نفس الرقم كانك بتقراه من الشمال لليمين، تمام؟ فهو بيقول لك ايه؟ ان اكبر بالندروم نمبر موجود لو من حاصل ضرب عددين مكونين من رقمين، هو عبارة عن رقم 9009. يعني لو انا جبت رقمين، رقم مكون من رقمين تمام، ورقم تاني مكون من رقمين، وضربتهم في بعض، اكبر رقم هينتج بحيث يكون بالندروم نمبر هيبقى عبارة عن رقم 9009. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز بقى اكبر بالندروم نمبر ناتج من حاصل ضرب عددين، كل عدد من العددين دولت مكون من 3 ارقام، تمام؟ هو ده اللي طالبه بقى. طيب تعال بس ايه اعرفك اكتر عن بالندروم نمبر وشوية حقائق عنها كده، يعني في التاريخ اللي هو في السنة دي كان، يعني كان في تاريخ اللي هو 2/2/2020، 2/2/2020 لو انت جيت قرأته من اليمين كده هتلاقيه نفسه بالظبط، هتلاقيه بالندروم نمبر. يعني حاجة غريبة جدا ان نفس ان التاريخ ده، يعني حصل التاريخ اللي قبله حصل تقريبا من 909 سنة، يعني شوف المسافة يعني رهيب. التاريخ اللي بعده بقى، ان ربنا يطول في عمرنا وعمركم، هيبقى سنة 2121، يعني تقريبا بعد 100 سنة كمان، يعني لسه كمان 100 سنة على ما يتكرر نفس الحدث ده تاني. فهو يعني صراحة حاجة جميلة كده، حبيت ان اشاركها معاكم يعني، تمام؟ ودي نفس الكلام يعني كمان 3030، ربنا يعني ربنا يطول في عمرنا بقى، تمام؟ بس ف تعالى بقى نشوف اول حاجة الفكرة ايه. الفكرة ان احنا عايزين، هو قال لك ان هو مكون من حاصل ضرب عدد مكون من 3 ارقام، فبالتالي ان احنا نعمل اتنين فور لوب. الفور لوب دي بتمشي من فين لفين؟ بتمشي من 999 لحد رقم 100، تمام؟ دولت الاعداد بتاعتنا المكونه من 3 ارقام، تمام؟ فهنعمل اتنين فور لوب، الاتنين متماثلين بالظبط، ماشي؟ كل واحد بيمشي من 999 لحد رقم 100، وبعد كده نضرب الاتنين في بعض، تمام؟ وبعد كده نشوف الرقم اللي عندنا كان متماثل او بالندروم، تمام؟ لو مش متماثل خلاص نجيب اللي بعده، وهكذا، تمام؟ فعشان كده احنا محتاجين فانكشن تساعدنا ان احنا مثلا نديلها الرقم وهي تقول لنا مثلا ايه الرقم ده بالندروم او متماثل ولا لا. فعشان كده احنا عملنا هنا عملت هنا فانكشن اسمها is palindromic، فهديلها النمبر. طب الفكره فيها ايه؟ الفكره ان انا هاخد النمبر ده واحوله لسترينج، تمام؟ اللي هو نمبر سترينج. طب وبعدين بعد كده بقى هشوف النمبر سترينج هو نفسه نفس السترينج بس بعد ما اقلبه، تمام؟ طب انا طب انت هتقلبه ازاي؟ دي طريقه في بايثون، ان انت هتعمل نقطتين وبعد كده سالب واحد. النقطتين دولت اول حاجه، اول نقطه ديت عباره عن ايه؟ عباره ان انا بقول له ان انا عايز السترينج كلها، تمام؟ طب تاني نقطه ديت عباره عن ايه؟ ديت عباره عن الستيب او الخطوه اللي انت هتمشيها او مقدار الزياده، فانا بقول له سالب واحد. لما بقول له سالب واحد ده معناه ان هو هيبدا من النهايه للبدايه وكل مره ينقص واحد، وبالتالي هيقلب السترينج، تمام؟ فدي طريقه، هي طبعا الطريقه دي كويسه جدا وما فيهاش اي مشكله ولا حاجه، بس لو انت عايز بقى تجيب حل امثل او كده يعني هنستخدم الطريقه اللي تحته، تمام؟ او الميثود اللي تحته. طب ايه العيب في الميثود ديت؟ الميثود ديت الفكره ان السترينج دلوقتي انت جيت عملت هنا اول حاجه، عملت اوبجكت هنا سترينج، ده اول اوبجكت. تاني حاجه عملت اوبجكت تاني من الاوبجكت ده، فكده التاني اوبجكت وكمان غير النمبر، فكده 3 يعني تقريبا كده كتير يعني، ماشي؟ فهو مش هيبقى يعني ايه الزياده مش هتبقى ملحوظه قوي يعني ولا حاجه، بس هو يعني كفكره ان انت تخليها اسرع بكتير، تمام؟ فلو انت عملتها مثلا كعمليه حسابيه كاسم او طرح او جمع او الكلام ده هيبقى اسرع من غير ان هي متكون اوبجكت يعني. فالموضوع يعني ايه، يعني لو انت عايز تشتغل بالطريقه دي تمام مفيش اي مشكله، بقول لك يعني كطريقه تانيه او كحل تاني ان هي احسن، بس كحل تاني الاحسن ان انت تستخدم تك بحيث ان هو الاسرع، تمام؟ اللي هو اوبتمايزد. انما من حيث ديت لا، ديت اقل شويه بس الاثنين بيدوا نفس الناتج، تمام؟ تعال نشوف الاوبتمايزد. الفكره ان انا هعمل ايه؟ متغير اسمه ريفيرس، تمام؟ وهخلي اي بيساوي النمبر، تمام؟ تمام. طيب الفكره بقى ان انا هفضل اقسم الرقم على 10، تمام؟ افضل اقسم الرقم على 10 لحد ما يكون الرقم اكبر من ما يكون الرقم تقريبا بيساوي صفر، تمام؟ فانا هقول له ريفرس بيساوي مين؟ بيساوي الريفرس في 10 زائد اي خارج باقي قسمته على 10، تمام؟ وبعد كده اقسم بقى الاي على 10. طب الفكره تعالى مثال مثلا نوضح الكلام ده.
لو كان مثلا الرقم اللي داخل لنا مثلا كان كام؟ كان 99، تمام؟ فلو الرقم اللي داخل لنا كان 99، فأول حاجة الريفرس بيساوي صفر، والنمبر بيساوي تسعة، الأي بيساوي 99، تمام؟ فال99 أكبر من الصفر، أيوه خلاص. فيبقى الريفرس بيساوي كام؟ بيساوي صفر في 10 اللي هو بصفر، زائد أي بقى قسمة 99 على 10 هيديك 9، يبقى كده الريفرس بيساوي 9، تمام؟ والأي بيساوي مين؟ الأي بيساوي أي على 10، بس خد القيمة الصحيحة، فيبقى لك كام؟ يبقى لك 9، تمام؟ وبعد كده نرجع تاني، الاي اكبر من الصفر، ايوه الاي اكبر من الصفر، فخلاص يبقى الريفرس بيساوي كام؟ بيساوي الريفرس اصلا قبلها كان ب9، يبقى 9 في 10 ب90، ماشي؟ زائد الاي بقى قسمة الاي على 10، يعني ايه 9 على 10 بقى قسمتهم كام؟ 9، تمام؟ يبقى 90 زائد 9 هديك 99، تمام؟ وبعد كده اقسم بقى 9 على 10، 9 على 10 فيها الصفر، يبقى الاي كده دلوقتي بتساوي صفر، يرجع تاني هيلاقي الاي ما بتساوي مش اكبر من الصفر فيطلع، تمام؟ وبعد كده يعمل تشيك بقى يلاقي ان الريفرس بيساوي 99 والنمبر بيساوي 99 فيرجع لك ترو، فدي الفكره، تمام؟ طيب فكده ايه يعني ديت احسن، تمام؟ يعني طبعا يعني ايه بتبقى اسرع والكلام ده كده يعني، بس مش قوي يعني، بس يعني بقول كحل امثل يعني كده، تمام؟ فتعالى كده لو جربنا مثلا على الرقم 565 ديت، ده طبعا بالندروم نمبر، فهيرجع لك الاثنين، هيرجع لك ترو، تمام؟ فكده تمام كده الحمد لله الاثنين شغالين. تعالى ندور اكتر ونحاول نلاقي نمط مثلا ولا حاجه، بحيث ان احنا نقلل الخطوات. احنا كده دلوقتي هنمشي من كام؟ من 999 لحد رقم 100، واضربها كمان بقى ولسه هنضربها في نفسها مرتين، يعني نشوف العدد ده وربعه بقى، تمام؟ فكده يعني مشكله كبيره، تمام؟ فالفكره ان احنا نعمل ايه؟ احنا لو جينا بصينا مثلا على الصيغه العامه بتاعت الرقم، المفروض الرقم اللي عندنا بعد ما نعمل الخطوات دي كلها يطلع في الشكل ايه؟ يطلع مثلا اي جي كي، وبعد كده يكرر نفسه تاني يبقى جي كي جي اي، تمام؟ طيب فالمفروض مثلا لو جينا خدناها من اليمين كده، يبقى النمبر عباره عن ايه؟ عباره عن الاي زائد الجي في 10 زائد الكي في 100 زائد الكي في 1000 زائد الجي في 10000 زائد الاي في 100000، هكذا يعني، تمام؟ كل قيمة وحسب الرتبة بتاعته، يعني ديت عشرات مئات آلاف هكذا يعني، تمام؟ طيب وبعد كده هنجمع المتشابه مع بعض، يبقى اي واي هيديك 100001 اي، والجي وجي وكي وكي هيديك القيمة دي. لو انت جيت لاحظت في الأرقام دي هتلاقيهم إن هما كلهم بيقبلوا القسمة على 11، يعني أنا ممكن آخد ال 11 عامل مشترك فيهم، فلو خدنا ال 11 عامل مشترك هيطلع لك القيمة دي، تمام؟ فكده احنا عرفنا ان الرقم بيقبل قسمة على 11. طب انا استفدت ايه لما عرفت كده بقى؟ ان انا كده ممكن ان انا يعني ايه اخلي الخطوه اللي انا بتحرك بيها، بدل ما انا بنقص كل مره واحد، يعني انا ببدا من 999 لحد 100، بدل ما انقص من كل مره واحد، لا انا هنقص من كل مره 11، بس مش هبدا بقى من كمان من 999، لا ده انا هبدا من كام؟ من 990، ماشي؟ عشان 990 دي اول رقم بيقبل قسمة على 11 في الفتره عندنا، تمام؟ فيبقى ابدا من 990 لحد 100 وكل مره نقص 11، تمام؟ طبعا ده هيطبق لفور لوب واحده بس، ما احنا عارفين ان الرقم اللي عندنا هو حاصل ضرب عددين اتنين، تمام؟ فانا هخلي واحد من العددين دول بيقبل قسمة على 11 بس كده، اللي هو مثلا الفور لوب الاولانيه او الفور لوب الثانيه، تمام؟ مش هتفرق معانا. الفور لوب اللي بره مثلا اهو من 990 ل 99 وبيقبل قسمة على 11 وكل مره تنقص 11، والفور لوب الثانيه من 990 من 999 ل 99 وتنقص واحد. طبعا ال 99 ديت انا حاططها ليه هنا؟ عشان الرقم اللي في النهاية اللي هو رقم 100، لو انا كتبت هنا 100 كده 100 مش معانا في المجال، كده 100 مش هاخدها معايا في الحسبان، عشان هو بيقف قبل ال 100، يعني هيقف عند 101، فانت خليها 99 عشان يحسبها معاك، تمام؟ طيب فدي الفكرة كلها يعني، فده طبعا هيوفر عنا جهد كتير ووقت كتير جدا. طيب فالفكرة بقى ان انا هعمل ايه؟ هعمل ناتج اسمه result، هيبقى فيه هو البالندروم نمبر اللي عندنا، وبعد كده بقى هعمل اتنين فور لوب، واحد اللي هو اتكلمنا عليه ان احنا نقص منه 11، واحد بيقبل اسم على رقم بيقبل اسم على 11، والرقم التاني اللي هو من 999 ل 99، تمام؟ وكل مرة هنقص واحد، وبعد كده هعمل البرودكت اللي هو حاصل ضرب الاتنين في بعض، تمام؟ وبعد كده هشوف بقى الفكرة عندنا ان احنا هنشوف لو البرودكت اللي عندنا اقل من الريزلت هطلع، و طيب لو ما... لو مش اقل من الريزلت خلاص هشوف الاول بقى، هشوف لو هو بالندروم، تمام؟ بالندروم نمبر خلاص، يبقى كده ايه؟ هخلي الريزلت بتاعتي بتساوي البرودكت ده، وبعد كده اعمل بريك.
هعمل بريك ليه؟ ما انا الميزه هنا ان انا بادئ من كام، من انا بادئ من ورا، انا بادئ من 999 لحد 100، وبالتالي اول رقم، اول بالندروم نمبر هيظهر لي في الفتره ديت هيبقى هو اكبر رقم في الفتره ديت. طب ليه احنا هنا عملنا بريك؟ ليه قلت البرودكت اقل من الريزلت؟ هقول لك حاجه. مثلا شفت الرقم اللي هو لما احنا قلنا في الرقم الاولاني كان كام؟ كان هنا 9009 اهو، الرقم ده كان 9009 بيساوي كام؟ 91 في 99. تمام. فلو احنا جينا شفنا المثال ده هتلاقي مثلا الاوتر لوب اللي هو رقم 99، يعني مثلا ايه بدأ من هنا تبقى 99 مثلا، يعني احنا بنفرض مثال مثلا ان هو كان هنا 99 وبعد كده هيفضل هنا في الانر لوب يفضل ينقص 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 لحد ما يوصل لرقم 91 فيدول الرقم ده. تمام. وبعد كده خلصنا بقى اللوب دي طلعنا لان رقم بالندروم نمبر فعملنا بريك وطلعنا. تمام. فيفضل بقى شغال 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 لحد ما الاوتر لوب ده يبقى رقم كام؟ يبقى رقم 91. تمام. فيبقى رقم 91، فلما يبقى رقم 91 هنا هيجي هنا هيضربها اول حاجه في 99. تمام. فلما يضربها في رقم 99 هيلاقي ان البرودكت اللي عندنا مش اكبر من الريزلت، فبالتالي هيعمل بريك، مش محتاج ان انا ابحث اكتر من كده عشان اساسا ان النمبر اللي عندي بالندروم واكبر منه كمان، فبالتالي انا مش محتاج ان انا ابحث في بقيه الفتره دي. تمام. فدي الفكره كلها، الفكره انت هتوفر على نفسك خطوات كتير جدا. تمام. فاهم حاجه دي، فدي بتوفر كتير جدا 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 يعني. تمام. بس فتعالى بقى ايه، تعالى بقى نشوف الرقم اللي عندنا في ثانيه، يعني ما خدش اي حاجه، هو رقم طلع الرقم ده. تعالى كده اويلر. تمام. الحمد لله كده اتحلت اهي، الحمد لله كده قال لك الانسر كومبليت ده. تمام خلاص. فكده ايه كده الحمد لله المساله اتحلت اهي. تمام. بس فهو ده حل المساله، يعني جميله جدا صراحه، ما فيهاش حاجه، مساله جميله جدا. فرب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.